لازم كل سنة يكون في لعبة واحدة بس أسطورية من ناحية القصة، بتجسد فيها شخصيات ممتازة من ناحية تصميمها، وبتكون في أجواء مظلمة وبتسبب ضغط نفسي للاعب أو عدم راحة لبعض الناس. السنة اللي فاتت اللعبة دي كانت هيل بليد، والسنة دي هي A Plague Tale Innocence. لعبة ممتعة جدا لكن مش مناسبة لبعض الناس، بالأخص إن أجواءها كئيبة قوي وموترة ومليانة فرانك كتير، فالأجواء مش هتكون مناسبة لكل الناس. لكن لو أنت ما عندكش مشاكل إنك تمشي في مكان ضيق ضلمة كل فران، فاللعبة دي من التجارب اللي ما ينفعش تفوتها خالص. عائلة ملكية من أغنى العائلات في فرنسا في القرن الـ14 يتولد فيها طفل مريض من طفولته اسمه هيجو، في فترة زمنية هي الأسود في التاريخ بانتشار مرض الطاعون اللي قتل ملايين البشر. البشر كانوا في ذعر، واللي خلى الكنيسة تعمل منظمة اسمها The Inquisition عشان تقاوم الطاعون بالدم والقتل، لكن خطتهم هي قتل كل المرضى عشان نوقف انتشار المرض اللي كان بينتقل عن طريق الفئران، واللي كان بينتشر في كل مكان بالليل وبيختفوا في النهار. إيميسيا بطلة اللعبة أخت هيجو اللي هتحمي أخوها المريض من خطر الانكويزيشن وكمان من خطر فران في اجواء مظلمه جدا مليانه بالموت والمرض والقتل، في 17 شابتر كلهم كآبه ما عدا شابتر واحد بس مدته حوالي 10 دقايق، في رحله طويله وصعبه مدتها بالكامل 10 ساعات لعب. القصه فيها جانب عائلي عن قد ايه العيله المفروض تكون متماسكه حتى في اكحل الظروف، وحتى لو في بينهم مشاكل، وفي جانب نفسي كمان في اللعبه بسبب الدمار اللي في العالم وانتشار المرض والموت حواليهم، واللي اثر على الشخصيات بشكل سلبي تم تجسيده في اللعبه بطريقه جميله جدا. فيها جانب غموض كبير قوي هيفضل موجود معظم اللعبة. القصة فيها شوية توستات حلوة قوي، احداث متوقعة واحداث كتير غير متوقعة، اسئلة كتيرة جدا واجابات قليلة قوي، نهاية مرضية وبتجاوب على اسئلة كتير لكنها في نفس الوقت هتسيب لك اسئلة مش منجاوب عليها. الشخصيات مش كتيرة قوي لكنهم معمولين بدقة كبيرة جدا من ناحية قصتهم وصفاتهم وطريقة كلامهم وطباعهم وتصرفاتهم. كل شخصية ليها دافع بيحركها والدوافع دي كلها مختلفة، لكن الهدف واحد وهو النجاة من المرض، لكن المختلف هو طريقة النجاة. فاللعبة مش حرب ما بين الخير والشر، على الرغم ان اللعبة تبدو كحرب ما بين الخير والشر، لكن الاحداث كانت واضحة جدا ان في العالم المظلم ده في وسط الموت ده كله مفيش جانب خير وجانب شر، فانت هتكون مضطر تعمل بعض التصرفات الانانية الشنيعة عشان تحمي اخوك الصغير، واللي هيكون ليها تأثير نفسي عليك بعدين وعلى الشخصيات اللي حواليك كمان. فمع تقدم في القصة الشخصيات صفاتها بتتغير بشكل كبير، لان كمية الرعب والخوف اللي الشخصيات دي عاشت فيه وشافته غيرهم بشكل كبير جدا وغير طباعهم وتصرفاتهم. A Plague Tale لعبة خطية مركزة بشكل كامل على القصة، لكن فيها بعض التخفي، بعض الاكشن، بعض حل الالغاز بطريقه بسيطه بتخدم على القصه في النهايه. فالالغاز مش مجرد موجوده كده لمجرد ان يكون عندك لغز تحله، بل موجوده كجزء من القصه وكذلك باقي جوانب اللعبه. طول اللعبه الشخصيات بتتكلم مع بعضها وتون كلامهم مع بعض، وانواع الكلام اللي بيقولوه لبعض بيختلف بشكل كبير على حسب احداث القصه، فكل حاجه في اللعبه بتتغير مع القصه، ودي حاجه جميله جدا وبيخلي تجربه الصراحه كامله من ناحيه القصه، واللي فعلا كل حاجه فيها كانت مثاليه. بالنسبه لاسلوب اللعبه ما ينفعش بالصود لوحده، لانه لو اعتبرناها لعبة تخفي بس فالتخفي فيها ضعيف مش زي مثلا سبلينتر سيل، لكنه بيخدم على القصة بشكل كامل. الاستوديو نجح عموما انه يخلي كل حاجة في اللعبة تصب في مصلحة تقديم القصة في الاخر، وده بيخلي ان اللعبة مجرد ما تخلص ما يبقاش في اي انشطة تعملها بعدها الا انك تعيد القصة تاني، ومفيش اي مانع انك تلعب القصه مرتين وثلاثه واربع مرات، بالعكس اكتر من كده انها فعلا ممتعه. فاللعبه بتعتمد على التخفي في معظم اجزائها واستغلال البيئه المحيطه بيك في التخلص من اعداء والتنقل لاماكن جديده، واستغلال البيئه ده برضو متضمن استغلال الفران عشان هم برضو بيشكلوا خطر في نفس الوقت الحاجه اللي ممكن تستفيد بيها عشان تحمي نفسك من الاعداء. في ادوات كتيره ممكن تستخدمها هتساعدك في التقدم في اللعبه، زي مثلا توليع النار عشان تحمي نفسك من فران، او بعض الادوات الاخرى اللي مش هينفع اقولها عشان ما احرقش حاجه من اللعبه، لكن تنوع الادوات ده هيدي لك تنوع في الاساليب اللي ممكن تخلص فيها بعض الاماكن في اللعبه، ومفيش اي تشابه في اللعبه او تكرار خالص، وده يعتبر حاجه حلوه جدا وفي نفس الوقت حاجه وحشه. حلو عشان دايما في جديد، دايما هتفكر في طرق مختلفه، ووحش لان في بعض الافكار الحلوه جدا اتطبقت في اللعبه اللي حرام تكون موجوده مره واحده بس، ولكن كان المفروض يتم استغلالها اكتر من كده وتكون موجوده اكتر من مره. وفي اكشن في اللعبه، الاكشن ده قليل وبيتجسد في الغالب في الهروب من بعض الاعداء اللي بيطردوك، والالغاز برده مش كتير قوي لكن منطقيه وبتتجسد في مواقف ممكن تحصل في الحقيقه، وفعلا مش بتكون الغاز معقدة قوي وده منطقي لان اللعبه هتحطك في جو هيكون صعب تفكر فيه كتير، فلو الغاز معقده جدا هتكون تحدي صعب قوي. طول ما انت بتلعب بتلاقي مواد كيميائيه بتستخدمها في عمل بعض المخاليط اللي بتعمل تفاعل كيميائي معين، زي مثلا حاجه تنفجر لما ترميها عشان تبعد الفران عنك، او حاجه تولع بيها نار، وغيره من الحاجات المختلفه. وكمان بتستخدمها في عمل ابجريدز للادوات بتاعتك اللي بتتمثل في جيب بتشيل فيه المواد اللي بتحتاجها، او سلاح السلينج اللي استخدمه إيميسيا في رمي الطوب. ابجريدز مش ضروريه قوي عشان تخلص اللعبه لكنها بتخلي بعض الحاجات اسهل وبعض المواقف اللي ممكن تصرف فيها بشكل اسرع، وكل حاجه برضو في النهايه بتخدم على القصه عشان تقدم للاعب تجربه قصه زي ما قلنا مثاليه.
الجرافيك تقنيا ما فيهوش جديد، بالعكس هو مستخدم تقنيات قديمه، لكن من الناحيه الفنيه والتصميميه هو ممتاز الصراحه. تصميم المدن والدمار اللي فيها والموت اللي كان في كل مكان رائع جدا. تصميم الاماكن الضيقه المظلمه المخيفه جميل، وفعلا بيجسد العالم بتاع اللعبه بشكل رائع، واللي في النهايه برضو بيخدم على القصه. تصميم الشخصيات اكتر من ممتاز الصراحه، ومعمولين بدقه عاليه قوي من ناحيه شكلهم وبالاخص وشوشهم والانيميشنز بتاعتهم، واللي بالطبع ساعد على تقديم شخصيات قوي واللي في النهايه برضو بيخدم على القصه. التجربه الصوتيه بقى هي اللي فيها حاجات تقنيه جديده، بدعم نظام صوتي محيطي ممتاز من اللعبه نفسها. ولو فاكرين في هيل بليد كان برضو متقدمه جدا في الصوت، ودي من الحاجات اللي خلتني احس بتشابه بين اللعبتين في بعض الحاجات الصغيره. الاصوات في اللعبه ممتازه جدا وبتدعم اكتر من نظام صوت، اذا كان نظام صوتي محيطي حقيقي حواليك من 7 سماعات فعليين او تلفزيون مثلا او هيدفون، والاول مره في لعبه دعم الساوند بار، لان الاجهزه العاديه بتتعامل معاها كانه نظام محيطي، على الرغم ان الاصوات كلها بتكون طالعه من اتجاه واحد بس، فبيحتاج نظام صوتي معين يدعم حاجه زي كده، لان هو في النهايه بتعامل كانه سماعه ستيريو، ودي حاجه مدعومه في لعبه ابليك تيل، واللي في النهايه برضه هيخدم على القصه بتوصيل تجربه صوتيه مثاليه. ابليك تيل من التجارب ما ينفعش تفوتها في 2019 الا لو اجواء اللعبه هتسبب لك بعض الاضطرابات فابعد عنها، لكن غير كده لازم تتلعب، لانها من الالعاب القليله اللي في السنين الاخيره اللي بتركز على القصه وفعلا قدرت توصل حاجه زي كده للعب بطريقه ناجحه جدا. فكل عوامل اللعبه بلا اي استثناء بتركز بشكل كامل على القصه وتقديمها للعب بطريقه مثاليه. كده نكون وصلنا لنهايه المراجعه بتاعتنا، ما تنساش تشاركنا في الكومنتات برايك في اللعبه ايه، ولو عجبتك المراجعه تعمل لايك ونقطه جديده في القناه اول مره شفنا، يا ريت تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام. I won't ask again. Where is your son? In good hands. Run as fast as you can! Amicia Darun and her young brother Hugo set out on a poetic and harrowing journey deep into the dark heart of the plague-ridden, war-torn Kingdom of France. Following an unspeakable tragedy, the siblings are forced to abandon their home. Pursued by the relentless Inquisition and unending swarms of ravenous rats. There. Thrust into a brutal new reality, they will confront dangers no child should ever face. Meanwhile, Hugo is afflicted by a mysterious sickness, driving Amicia to hunt for a cure. She must do whatever it takes to protect her little brother and survive in this harsh and hostile world. Though bold, Amicia is just a child, and direct confrontation with her foes is futile. Instead, she will need to use her wits and ingenuity to best the threats that pave her journey. I didn't want to. Amicia! Finally! Hugo is far from just a burden. His innocence and naivety are offset by his courage, and he will prove vital in working with Amicia to overcome the obstacles ahead. Balancing light with darkness is critical to their survival. In some cases, Amicia will use this to her own grisly advantage. Though inescapable in their new reality, death is still unfamiliar to the two children, and the piling bodies are sure to have an impact on both their young minds. Do you think we are hurting them? Through their journey, they will meet those trained in the art of alchemy, who will offer alternative ways to overcome foes or open new paths. It will protect you, and it's pretty too. Oh, all right. Now we can go. Thank you, Hugo. Both the plague and the Hundred Years' War with England have brought suffering to the lives of all in this decaying kingdom. And over time, the siblings will meet others in similarly dire circumstances. These dark times mean they aren't the only ones forced to adapt, developing vital skills to survive an uncaring world. And Amicia and Hugo will need all the help they can get.